بالعكس صحيح. خناقة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية هتنتهي على إيه؟ بص يا فندم، هم قعدوا واتفقوا على التعديلات. إيه التعديلات؟ نقولها بس للناس سريعاً بشكل مبسط. هو سهل قوي. التعديلات الثلاث نقط الأساسية اللي إحنا هنتكلم فيهم هم نفس صلاحية اللجنة الأولمبية إيه؟ ده مهم جداً في التعديلات. وإزاي تحكم الأمور الإدارية كلها جوه الهيئات. اتنين التسوية والتحكيم. ثلاثة الاستثمار. هم الثلاث خطوط الأساسية. حلوة قوي. بيتم فيها تقليص صلاحيات اللجنة الأولمبية. ترجع اللجنة الأولمبية إلى حقيقة الأمر إن هيئة رياضية، هي هيئة ضمن الهيئة. بص يا طب هو هيجي يقولك أنت إزاي عايز تخليني هيئة رياضية زي أي اتحاد، وفي نفس الوقت أنا بشرف على الاتحادات الأولمبية؟ من قاله يشرف؟ من قاله يشرف؟ ما هي اللجنة الأولمبية. من قال كده؟ ده معروف. بص يا فندم، الاتحاد خضع للاتحاد الدولي بتاعه. تمام. ليس للجنة الأولمبية أي دخل بيه. الميثاق الاولمبي ده ما قالش كده خالص. ما قالش كده. هي اللجنه الاولمبيه الدوليه العالم. دي ايه؟ نعم. التدخلات من اللجنه الاولمبيه الدوليه في وقت سابق ده كان ايه؟ ولا له عوز. طب فاكر عمرو الجنان لما كان في اتحاد الكوره وخاطب عشان يعمل انتخابات في اللجنه الاولمبيه؟ قالت له لا ما تعملش انتخابات عشان لسه عندك ما اعرفش ايه. وبعت للفيفا، الفيفا قالت له ايه؟ احنا مالناش دعوه، مش تابعين للجنه الاولمبيه اساسا. ايه الوضع كده اصلا؟ مالناش علاقه خالص. بص يا فندم، الاتحاد الوطني بياخد تعليماته من الاتحاد الدولي بتاعه فقط. اللجنه الاولمبيه هي هيئه منظمه للانشطه الفنيه اللي موجوده على وش الارض. لا لها دعوه بالاتحاد، ولا لها دعوه بنادي، ولا لها دعوه بالمنتخب. امال انت بتحاسبها ليه في الاولمبيات على النتائج، وعلى لو بعثه فشلت، لو لعيب فشل، لو الكلام ده كله بتروح تحاسب اللجنه الاولمبيه؟ انا المفروض احاسب كل اتحاد على حده. بس اللجنه الاولمبيه هي بتعمل ايه؟ هي الهارموني مع الاتحادات، مع النتائج، مع التقييمات. بتقول لهم بس. اذا في القانون الجديد، في تعديلات القانون الجديد، اللجنه الاولمبيه هتبقى زيها زي اي اتحاد او هيئه رياضيه. طب بص يا فندم، ماده 3 او وزاره الرياضه مش عايزه تخلي ان يبقى في تنازع او في هيئتين هم اللي بيديروا الرياضه. بالظبط. ماده 3 في القانون قبل التعديل. خلي بالك حضرتك، بس احنا بنحب نقرا، بنقرا ما بنحبش ما بنقراش. تتولى الجامعات العمومية، خلي بالك حضرتك، مادة 3 ده قانون. تتولى الجامعات العمومية لمين؟ للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية، والأندية، والاتحادات، وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي. ما قالش هنا بقى اللجنة الأولمبية تحط لك اللائحة. ده زيها زي أي نادي، زيها زي أي هيئة تحط اللائحة بتاعتها عن طريق الجامعة العمومية بتاعتها. إذا هو سواها هنا في القانون. بس هو عمل ايه بقى؟ ضرب كتف كده وضرب كتف كده، خد شويه مكتسبات. ما لقاش حد بيقول له انت بتعمل ايه؟ فخد. انت مالك وبلا الجامعه العموميه؟ مش بتاعتك، ولا انت تشرف عليها اساسا. بص يا استاذ اسلام، قصه كنا نروح قضاء الاداري زي ما انت بتقول، خناقه على قضاء الاداري وبتاع. ماشي. طب عشان نخلص منها يبقى نشيل القرار الاداري، عشان تشيل كلمه القرار الاداري يبقى تشيل ختم النسر، عشان تشيل ختم النسر يبقى قرار طالع من جهه ما عندهاش ختم النسر، يعني مش جهه اداريه. عشان نطلع من ده او رايحين على اللجنه الاولمبيه تعتمد. طب هتعتمد على ايه؟ ده انت بتلغي الدوله كده. ما هو اللي عمل كده، هو اللي عمل كده مش انا. يعني بالراحه بس. طب ما انت ما فيش ختم النسر. ايوه. يبقى ما فيش الدوله. النهارده لما باخد قرار اعتمد محضر منين بتاع جامعه عموميه؟ عشان ما احطش عليه ختم النسر، اعتمده منين؟ من اللجنه الاولمبيه. هي اكتسبت الحته دي وجريت فيها. وده غلط. استاذ مرتضى في قضيه من القضايا في المجلس الدولي قال ايه؟ خد حكم محكمه قال له ايه؟ قال قرار الجامعة العمومية نافذ بدون اعتماد بأي جهة من الجهات. طب ما ده طبيعي. شفت كده؟ لا انا محتاج ختم النسر، ولا محتاج ختم اللجنة الأولمبية. اذا هنا حكم المحكمة صادر، هو واضح. بس في النهاية مجلس إدارة الزمالك ما يقدرش يجتمع، وما اجتمعش الا لما تم اعتماد تشكيله. عشان هو شغال على استرشادية. ماشي. من لجنة، لما هو لو شغال على قيمته هو، على لائحته الأولية اللي اتلغت، ولا كان هيعتمد من المديريه. بص يا فندم.